السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أشرف الزهوي المحامي. من خلال الفيديو ده أنا عايز أتكلم في نقطة بسيطة جدا كلنا بنعيشها لكنها في منتهى الأهمية. حضرتك لما بترفع دعوة من المفترض بطريقة آلية العريضة بتروح المحضرية، المفترض أن المحضر بياخد العريضة عشان يعلن المدعى عليه. بتيجي حضرتك انت ممكن جدا حتى ما تتابعش الموضوع، انت بتيجي يوم الجلسة مفترض ان العريضة قدام القاضي، بيكلم السكرتير العريضة معلنة يا ابني، اذا كانت معلنة مع شخصه خلاص الدعوة كده بقت في قمة التعامل معاها، اما اذا كانت العريضة ما اعلنتش فبيأجل للإعلان بأصل الصحيفة. طيب اذا كانت العريضة اعلنت بالطريق الإداري، ففي الحالة دي المحكمة بتأجل لإعادة الإعلان، وأوتوماتيك أنت حضرتك بعد كده بتعمل إعادة الإعلان ولا يلفت نظرك هل إعادة الإعلان تم مع حد من المقيمين أو الساكنين مع المدعى عليه أو الإعلان تم إداري. هذا لا يعنيك كثيرا، ما هو القاضي طالما إن إعادة الإعلان تمت حتى لو بالطريق الإداري فهو بيعتبر إن الشكل إيه اكتمل. لكن النقطة اللي أنا هكلمكم فيها دي نقطة مهمة جدا من الواقع العملي. حضرتك لازم تتابع حاجة مهمة جدا، إيه هي بقى؟ إذا عرضت الدعوة كانت معلنة بالطريق الإداري ففي جزء مهم لازم نعرفه، إيه هو الجزء ده؟ لو المحضر راح على محل إقامة المدعى عليه فلم يجد من يتسلم الإعلان، يعني لا الشقة مقفولة أو الناس اللي موجودين قالوا لا ما حدش هيستلم، احنا لا علاقة لنا بيه أو احنا مش من قرايبه أو احنا مش هنستلم قرايبه مش هنستلم، بيعمل ايه المحضر؟ بيعمل حاجتين وفي نفس اليوم. أول حاجة بيسلم صورة من الإعلان ده أو العريضة دي أو إعادة الإعلان، زي الورقة، هذه الورقة القضائية بيسلمها لمأمور الاسم أو للعمدة أو شيخ البلد حسب منظم القانون هذه الجزئية. النقطة الثانية بيعمل جواب مسجل عن طريق البريد، ودي بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها، بيعمل خطاب مسجل يحط فيه صورة من العريضة أو من الإعلان ده عن طريق البريد، ويقوم ساعي البريد أو رجل البريد بإتمام الإعلان، ياخده ويروح يعلن هذا الرجل. طيب الجزء اللي قدامنا ان الاعلان تم اداري، لكن خلينا نركز على الحته بتاعه البريد دي. بتاع البريد لو خد الاعلان وراح خد بقى الجواب اللي راح بيه فلقى الشقه مغلقه وما لقاش حد يسلم منه الايه الجواب، بيعمل ايه؟ بيرجع، وبيرجع الجواب ده للجهة اللي اصدرته اللي هي المحضرين اللي عملوا الجواب، وبيسموا هذا الموضوع الخطابات او المسجلات المرتدة، ولها في المحضرين دفتر بيتثبت فيه انها ارتدت. هذه الجزئية اذا لم يتم توصيل الخطاب بتاع البريد ده للمدعى عليه بصورة او باخرى وارتد، في هذه الحالة يكون هذا الإعلان إعلانا إيه؟ باطلا. وبالتالي إذا المحكمة اتقدم لها الإعلان بهذه الطريقة ولم تنتبه، وعلى فكرة مش مكتوب، مكتوب رقم كده طويل كده اللي هو بتاع البريد، عندهم رقم بيكتبوه طويل أو كده بيحطوه، لكن المحضرين ما بيثبتش إنه ارتد. أنت أصلا بتروح بتسلم العريضة وتمشي، البريد بياخد له أسبوع أو بياخد له 10 أيام، انما انت حضرتك بتسلم الاعلان وبتمشي، او المحضر بيسلم الاعلان في الجدول فما بيستناش لما بيجي له رد البريد. بناء عليه بقى لو القضيه تمت ومشيت وخدت حكم بهذا الطريق، يستطيع المدعي ان يتمسك بالبطلان ويستطيع انه يستأنف حتى ولو بعد الميعاد بسنه من تاريخ اعلانه الحقيقي. الجزئيه بقى اللي حضرتك ممكن دلوقتي نناقشها مع بعض، طب ما هو الحكم بقى اما اجي اعلن الحكم لا يجوز اعلان الحكم
بالطريق الإداري. لازم إعلان الحكم يبقى بحد يستلم عن المدعي عليه أو اللي صادر ضد الحكم. هقول لك ماشي، ما هو في قضايا أنا بيعنيني فيها إن أنا أخد حكم، مش مهم أروح التنفيذ ومش مهم أعلن الحكم، ولو هستفيد بهذا الحكم إن أنا أقدمه في جهات أخرى أو في قضاء دعاوى أخرى هيدعمني. وحتى لو قلنا إنه هيروح التنفيذ وهيجي وهفاجئ بعد كده، طب إيه اللي خلاني بذلت المجهود ده كله وكبت موكلي كافة الإنفاق المصاريف، وأنا بذلت هذا المجهود عشان أوصل للآخر إلى دعوة حتى بعد ما وديتها التنفيذ يرجع تاني يبقى على الأقل الاستئناف مقبول بيها فيها، يعني الاستئناف هيبقى مقبول ولو بعد سنة. فالجزئية دي تتطلب منا جميعا، أول ما أشوف الإعلان الإداري أطلع المحضرين لو سمحت شوف لي الإعلان الإداري ده من فضلك، الإعلان الإداري ده تم ولا في سجل الخطابات المرتدة؟ إذا قال لك لا ده الجواب ارتد، يبقى على طول تتمسك بهذه الجزئية في أنك تصحح هذه الجزئية ولو، وتنبه المحكمة لأن هذا الإعلان كده غير صحيح. هذا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم إحنا كلنا ما بناخدش بالنا منه، وأنا شخصيا خسرت قضية بعد مجهود ضخم جدا والمدة 3-4 سنين في الاستئناف، راح قال ده الإنذار، كانت دعوة فسخ هي، الإنذار لم يتم الإعلان، وبالتالي كان يتعين أن يكون الإعلان بالإنذار صحيحا. فأنا حبيت أنقل جزئية من الواقع العملي لحضراتكم، ومستني إن شاء الله فيديوهاتكم عشان كلنا نحقق الفايدة ونحقق الإضافة لبعضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.